يا شباب، أنا بالنسبة لي رواتب الجبهة الشامية ما بتم نهائيا، مو منح، ما بتم نهائيا رواتب. أنا بالنسبة لي الشامية ما بطلع منها، لأن الشامية هي أساس الجيش الحر، هي أساس الثورة، وإن شاء الله ما بتفرط الشامية، وإن شاء الله الشامية بده يزيد عدده، وفصيل الشامية هو راح يثبت لكل الناس إنه هو الفصيل الثوري الوحيد بإذن الله.